اهلا بكم اعزائي طلبه وطلبات التعليم الفني، ومع حلقه جديده في ماده التصميم الصناعي للصف الثاني قسم ملابس جاهزه. احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن التصميم، واتكلمنا عن اشكال الخط وتاثير الخط في التصميم، واثر الخط على التصميم، وهو انواع الخط ومصادر الخط ايه واشكال الخط. النهارده هنكمل الدرس بتاعنا وهنتكلم عن اهم حاجة، تأثير الخط في الحياكة. احنا عارفين ان احنا اخدنا انواع الخط، الخط الافقي والرأسي والمائل، وكل نوع من دول بيتفرع منه انواع تانية. فهنشوف دوت في الحياكة تأثيره ايه على الحياكة. تعالوا كده نشوف مع بعض كده تأثير الخط في عمليات الحياكة. يعني هل الخط ليه تأثير في عملية الحياكة؟ اه طبعا، انا كل خطوة بعملها، يعني انا ما باجي ارسم الباترون بستعمل كل انواع الخط. طب ما اجي بقى اخيط على الماكينة بتاعتي، كل غرزة بتتعمل ليها اشكال من اشكال الخط. كل خط بتعمل خياطة في المنتج ليه شكل من اشكال ايه؟ الخطوط. طب نشوف كده مع بعض. نقول هنا بقى الخط بأنواعه له تأثير كبير في صناعة الملابس بشكل عام، وفي عمليات الحياكة بشكل خاص مثل الخطوط المستقيمة. يعني احنا عندنا الخط ده ليه تأثير في صناعة الملابس الجاهزة أصلا، وفي عمليات الحياكة تمام، لأن أنا بشوف الإيه، بشوف الموديل بتاعي بيبقى شكله حلو جميل من الإيه، من الحياكة المظبوطة والحياكة السليمة، وان خطوط الحياكة واضحة وايه ومأثرة في التصميم بتاعي، فمدية مدية المنتج ان المنتج بيطالع بجودة عالية. اول حاجة بنقول عليها الخطوط المستقيمة، تظهر في خطوط التصميم وفي رسم النماذج وفي خطوط الحياكة الطولية والعرضية والمائلة. يعني انا هنا اي خط بعمله سواء في رسم النموذج او في خطوط الحياكة اللي هي خطوط الجناب، خط حياكة الرقبة، خط حياكة الإبط، كل دي الخطوط اللي بتبقى موجودة في الحياكة. لو الخطوط دي خطوط الحياكة او ماكينة الحياكة وانا بخيط مش بخيط مظبوط ومش ماشي على خطوط سليمة، هيطلع ايه المنتج فيه عيوب، وده مهم جدا، وبتبان اكتر في التنايات سواء تانية الديل او تانية الكم، تانية نهاية الاحرف، دي بتبان اذا كانت الخطوط ايه، خطوط الحياكة مستقيمة وايه وصح ام ايه ام خطأ. الخطوط المنحنية بتظهر في ايه، في الحردات وفي الجيوب المستديرة وفي الاحرف. يعني احنا بنشوف دايما الحردات والدورانات وتانية الديل، رغم ان هي بتبقى ساعات بتبقى مستقيمة، بس بتبان عندي دايما ان هي ايه، دايما مستديرة في نهاية الاحرف، سواء في حردة الكم في نهاية حرف الكم او نهاية حرف الديل للجونيلا او للفستان او للبلوزة او للبنطلون. هنا بقى بيقولي من خلال دراستك لاشكال الخطوط اذكر عدة عمليات على المنتج يظهر فيها تأثير الخطوط. يعني ازاي تأثير الخطوط بيبقى في الحياكة؟ طب شوفها كده مع بعض. اول حاجة، تأثير الخطوط يظهر بدءا من اعداد النموذج. يعني اول حاجة بيبان تأثير الخطوط لما باجي ارسم الباترون، بيظهر فيها ايه، تأثير الخطوط. يعني بيظهر الخط في عند الباترون زي ما احنا شايفين كده، حردة الرقبة، حردة الإبط، خط الكتف، خط الجناب، خط الوسط، القصات لو في قصات، خط الديل، كل ده بيظهر عندي في ايه، في خطوط الحياكة. انا عندي خطوط الحياكة بتظهر في بدايتها، يبقى الخطوط المستقيمة بتظهر في بدايتها فين؟ في بداية رسم النموذج. يعني وانا برسم النموذج بتاعي بيظهر في ايه، بيظهر في شكل الخط. لو انا الخط بتاعي في النموذج مرسوم صح ومتناسب وبمقاسات مظبوطة، هيطلع كل حاجة عندي في المنتج مظبوطة. يعني هيطلع مظبوط في القص، وهيطلع مظبوط في التعشيق، وفي الحياكة هيطلع مظبوط. لكن لو في اي خطأ في الخطوط المستقيمة بتاعتي،
بيظهر بعد كده في المنتج ان بيظهر عيب في المنتج وبيظهر عيب صارخ ما بينفعش علاجه، لان اي عيوب في الخطوط بتاعت الحياكة بيبقى صعب ايه علاجها. نرجع تاني مع بعض، يبقى هنا بنقول تأثير الخطوط يظهر بدءا من اعداد ايه النموذج. تاني حاجة، تأثير الخطوط يظهر اثناء التدريب على عمليات الحياكة، يعني وانت بتتدرب في الورشة كده على ازاي تستعمل المكنة وازاي تخيط على المكنة، بتبدأ الاول حاجة بنديك ورقة كده ونعمل لك فيها خطوط مستقيمة ونقول خد الورقة دي وامشي على الخطوط المستقيمة على الورقة دي، او بيبقى بعد ما بتعمل كده على الورقة بتاخد قطعة قماشة وبتعمل فيها خطوط مستقيمة وبتمشي على الخطوط المستقيمة دي على قطعة القماش. ليه؟ علشان نعرف ايه قدرة التحكم بتاعتك وانت قاعد على المكنة وبتتحكم في حركة الدواسة وحركة الإبرة ان هي تمشي على الخطوط المستقيمة اللي قدام. دي بداية تعليم ازاي تمشي وتخيط صح على خطوط مستقيمة، يعني انت اللي بتعمل ده مش المكنة اللي بتخيط غلط. لا، انت لما تكون متدرب كويس جدا على المكنة وبتعرف تخيط عليها كويس جدا واتدربت على خطوط الماكينة صح، هتطلع بتاع ايه المنتج عندي هيطلع جيد جدا. طيب، يبقى هنا بقول تأثير الخطوط يظهر اثناء التدريب على عمليات الحياكة، زي ايه؟ حياكة مرد القميص، حياكة جيب وتركيبه، حياكة سفرة القميص، كل ده بيظهر في تأثير الخط في الحياكة. نكمل. تأثير الخطوط في تنفيذ الحياكات للعمليات الصناعية لجميع مراحل الإنتاج المختلفة، زي إيه؟ زي ما باجي أركب سوستة، أركب أستك، أركب قمر، هركب دونتيل، أركب ركامة، كل ده بيظهر التركيب إيه الصح للخطوط، استخدامي الصح للخطوط. لو انا مش عارف اقعد على المكنه صح، مش هعرف ايه، مش هيظهر، هيظهر العيب وانا بركب الاجزاء دي، لان الاجزاء دي هي دي الوحيده اللي بتعرف بنعرف منها اذا كان إيه انت فني ماهر ولا مش فني ماهر. يعني لما تركب السوسته صح وتقدر تطلع الخطوط بتاعت الحياكه مظبوطه، يبقى انت كده فني ماهر. لما تعرف تركب جيب او تركب كولا او تركب بيه او دونتيل، يبقى انت كده فني ماهر، لان دي اللي بتدي الشكل الجمالي للمنتج وبيبان منه الشكل الجمالي للمنتج، وهي بتبقى من النواحي التشطيب للمنتج. يعني انا ما اجي اركب السوسته دي بتبقى التشطيب، ان انا هقفل بيها المنتج. المرد ده بقفل بيه المنتج. الجيوب بحط شكل جمالي للمنتج. الدانتيل والركامه ده بيدي شكل جمالي للمنتج. لو هو مش متركب صح فبيبقى ايه؟ يبقى انت كده ايه؟ ما بتعرفش تشتغل على المكنه. يبقى انا بعرف الفني الماهر من ايه؟ من خطوط المستقيمه بتاعته في تركيب المنتج، وخصوصا في الاجزاء اللي هي الهامه جدا اللي بنقول عليها ايه؟ دي الاجزاء بتاعه تشطيب المنتج. طيب، كمل مع بعض. يبقى تأثير الخطوط في تنفيذ الحياكة للعمليات الصناعية لجميع مراحل الإنتاج إيه المختلفة. رابع حاجة، العمليات الزخرفية للمنتج، يعني التطريز. احنا بنلاقي الملايات والخدديات عليها شغل بالتطريز. المكنة بتطرز، بتعمل ورد، بتعمل زخارف، بتعمل أشكال زخرفية. طبعا احنا بنشوف الايه شكل الوردة فيها حشو، فيها غرزة بذور، فيها غرزة الفرع، السنسلة، كل دي الغرز اللي بتبقى بتعملها المكنة. شكل الغرز نفسه بيدي ايه؟ بيدي شكل الخطوط نفسها، سواء خطوط منحنية او خطوط اللي هي الشعاع زي اشعة الشمس، زي البذور دي بتديني دايما احساس بقى ايه بالشعاع. غرزة السنسلة اللي تعتبر كلها ايه اشكال منحنية متشابكة مع بعضها، كل ده ايه اشكال من اشكال الخطوط. لما بجمع الخطوط مع بعضها بتدي شكل زخرفي جميل. تأثير الخطوط على المنتج النهائي،
لو احنا بصينا كده للمنتج ده، البلوزة شكلها حلو جدا. ليه؟ الخطوط بتاعتها خطوط مستقيمة، التطريز اللي معمول فيها معمول بدقة عالية جدا، الركام اللي معمولة على حرف البلوزة متركبة بطريقة صحيحة ومدية شكل ايه؟ شكل جمالي. يبقى انا لما ببص على تأثير ببص على المنتج في نهايته، بقول كده ان المنتج ده معمول بطريقة صحيحة وايه وخطوطه منتظمة، فمدي المنتج طالع بايه بشكل جيد وايه وبجودة عالية. هناخد بقى ايه اشكال الحياكة. اشكال الحياكة ايه؟ اللي هي شكل الخياطة نفسه على المنتج، الماكينات اللي بتعمل ايه الغرز دي. طب شكل الغرزة اللي انا باجي اشتغل عليها دي بيبقى شكلها ايه؟ طبعا احنا عندنا في الكتاب موجودة، بس ايه احنا هنشرحها بالتفصيل، وايه برضو ركزوا معايا في الجزء ده. يبقى بقول تختلف اشكال الحياكة حسب نوع المنتج، سواء المنتج ملابس حريمي او رجالي او ايه او ملابس اطفال. تنقسم اشكال الحياكة دي الى 6 مجموعات. يعني انا عندي 6 مجموعات لاشكال الحياكة، يعني 6 انواع لاشكال ايه الحياكة. هنشرح كل نوع ايه لوحده. ممكن يجي لي السؤال بصيغة تانية يقول لي قارن بين الغرز الاتية، موضح اجابتك بالرسم. خطوط الحياكة المتراكبة وخطوط الحياكة المتداخلة، خطوط الحياكة ايه المركبة، خطوط الحياكة المستوية، من حيث شكل الغرزة، وصف الغرزة، الغرض منها، انواعها، استخدام. يبقى انا هنا لازم اعرف ايه، اعرف شكل الغرزة واعرف وصف الغرزة واعرف الغرض منها ايه وايه هي انواعها وايه هي ايه استخداماتها. تعالوا نشوف واحدة واحدة كده مع بعض. هناخد اول حاجة المجموعة الاولى. المجموعة الاولى دي بنقول عليها ايه؟ خطوط الحياكة المتراكبة. خطوط ايه اسمها؟ خطوط الحياكة ايه المتراكبة. تستخدم بشكل كبير في صناعة الايه الصناعة الموضوعة اللي هي الملابس، يعني ايه بتبقى الحياكة على ايه على الايه الوش. طب نشوف ايه هي الحياكة دي. اول حاجة شكل الغرزة. شكل الغرزة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه طبقة قماش فوق بعضها. يعني انا بحط طبقة قماش وبحط الطبقتين فوق بعض، بحط طبقتين القماش ايه فوق بعض لحياكتها قطعتين او اكتر فوق بعضها. يعني انا بعمل ايه طبقتين قماش. انا لما باجي اخيط مش باجي اخيط طبقتين قماش. يعني ايه طبقتين قماش؟ يعني انا باجي هخيط قطعتين في بعض، هخيط الامام في الخلف، ما دي طبقتين قماش. يبقى انا بخيط ايه على من اعلى على الوضع الحياكه من اعلى على وايه على و... على ال... على الوش الايه القماشه اللي فوق. يبقى انا الحياكه بتظهر ايه بتظهر من ايه من اعلى. الغرض منها بقى ان انا بعمل تماسك بين القطعتين او بين طرف طبقتين القماش. لو انا القماشتين عندي عشان اعمل لهم تماسك، يعني انا دلوقتي عايزه اخيط الامام في الخلف، فلازم يبقى الحياكة بتاعتي دي ايه متماسكة. الحياكة بتاعتي تكون متماسكة، يبقى لازم تكون الحياكة ايه قوية عشان تمسك الطبقتين في بعض. وصف الغرزة، وهي صف واحد او اكتر قرب طرف ايه القماش. يعني هي بتبقى صف واحد او ايه او صفين، يمكن اعملها صف واحد او صفين، وهي بتبقى ايه بسيب حوالي وايه نص سنتي كده وايه وابدأ ايه اخيط من على طرف القماش. طبعا ببقى خيطها بعد الاوفر، يعني بعد ما بعمل اوفر بعمل ايه الحياكة. انواع الغرزة المستخدمة، في الغرزة المقفلة وفي غرزة السلسلة وغرزة الانترلوك. يبقى الغرزة دي ايه؟ يبقى النوع دوت بيبقى فيه منه ايه 3 انواع للغرزة، المقفلة والسلسلة والايه والانترلوك. استخداماتها في المنتج، طبعا الحياكة الجانبية للبنطلون والتيشيرت والحياكات الداخلية للجينز، وبستخدمها في حياكة العراوي والحزام وتركيب الأستك في الوسط وتركيب كمر البنطلون الجينز، عمل حياكات مختلفة كثيرة الاستخدام، تركيب الأكوال والأساور وعمل الجيوب والحياكة البارزة، بستخدمها برضو في الحياكة البارزة. طيب يبقى احنا كده ايه عرفنا
شكل الغرزة والغرض منها، وصف الغرزة ماشي، وأنواع الغرز المستخدمة ايه، واستخداماتها في المنتج. طيب هنا هنبص ليه ايه لشكل المنظر الرأسي والمنظر السطحي للغرزة. احنا بنقول ان اللي هي القماشة بتبقى عبارة عن طبقتين، يعني انا عندي طبقة قماش بقول عليها دي مثلا، هقول دي الامام ودي الخلف، سواء بقى بنطلون سواء جاكيت سواء تيشيرت سواء بلوزة، وهحملهم على بعض، هخيطهم على بعض كده من الحرف. فباجي امشي المكنة بتاعتي واقول ان المكنة مثلا، احط المسطرة كده كأن دي المكنة، وهمشي على الغرزة بيها كده، تمشي كده اهي. هتمشي المكنة كده، كده اهي ظهر عندي الخط، هتقل عليه عشان يبان الخط عندي اللي هو ظهر بتاع ايه، بتاع الغرز اهو. يبقى كده هي دي ايه الحياكة اللي بقول عليها ايه، المظهر الايه السطحي بتاعها. يبقى هو شكل ايه الغرزة بتبقى على الحرف. طيب هي لما بتبقى على الحياكة بتبقى بنفس الشكل ده، ان انا بعملها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، ادي حرف القماش وبخيط على الحرف ده، ولازم تبقى خطوط ايه مستقيمة، تبقى الغرزة مستقيمة بتاعتي، وان هي بتتثبت على ايه، على طبقتين قماش، طبقتين قماش. ممكن اعملها على سطح المنتج وممكن اعملها من داخل المنتج، تمام. طيب نرجع بقى نشوف الغرزة اللي بعديها، المجموعة التانية. المجموعة التانية اللي هي خطوط الحياكة المتداخلة المتصلة، تعتبر نوع مختلف من الحياكة ومن اكبر المجموعات. يبقى المجموعة التانية اللي احنا شايفينها هنشوفها على الشاشة دلوقتي، دي المجموعة خطوط الحياكة المتداخلة اللي احنا اخدناها، كانت ايه اللي هي البسيطة. يبقى المجموعة التانية خطوط الحياكة المتداخلة اللي هي بنقول عليها المتصلة، تعتبر نوع مختلف من الحياكة ومن اكبر المجموعات. دي من اكبر المجموعات. طب ليه من اكبر المجموعات؟ لان هي بقول عليها خطوط حياكة متداخلة مع بعضها، وبتستخدم في ايه، في الايه الحياكة المتصلة، بنقول عليها حياكة متصلة. طب نشوف المجموعة دي. اول حاجة عندي بقول شكل الغرزة، برضو الغرض منها، وصف الغرزة، انواع الغرز المستخدمة واستخداماتها في المنتج. طيب شكل الغرزة عبارة عن ايه؟ يتم حياكة طبقتين او اكتر، يعني دي بيتم حياكة طبقتين او اكتر من الغرز في نفس الوقت، يعني هي بتعمل حياكة ماشي، بتعمل حياكة طبقتين او اكتر ماشي، وايه وبتبقى إيه اكثر من ايه، من الغرز في نفس الوقت، يعني بتبقى ايه اكتر من غرزة في نفس الوقت. طيب الغرض منها تاني الاطراف، يعني انا بستخدمها في تاني ايه الاطراف، فردية او ايه او مت ايه او متنية، يعني اما تبقى فردي يعني تبقى فردية، او ايه متنية يعني اتنين مع بعض اللي هي بتقال عليها مطوية. وصف الغرزة اللي هي بتبقى ايه برضو صف واحد او اكتر من ايه، من الغرز، يعني ممكن تبقى صف واحد غرزة واحدة او تبقى ايه اكتر من ايه صفي. انواع الغرز المستخدمة المقفلة والسنسلة، تستخدم بايه بقى؟ تستخدم ايه في المنتج، بتستخدم في المنتج. ايه استخداماتها بقى؟ اول حاجة حياكة الجلود. طبعا احنا عارفين ان الجلد بيبقى محتاج وفي حياكته محتاج ان انا براعي الخامة، وبيحتاج الى دقة في الحياكة، وفي نفس الوقت محتاج ايه ان انا اتعامل معاه برفق، مش بتعامل معاه ان هو زيه زي القماش، لان الجلد ممكن يتقطع بسهولة. فعشان كده ان انا ما اجي اعمل حياكة الجلد بقى ايه، بس بيبقى ليه مكان معين لحياكة الجلد، وليه خياطة معينة وليه تقفيل معين أثناء إيه الحياكة.
تاني حاجة بقى تركيب ايه؟ تركيب البطانة في كمر البنطلون، لما اجي اركب البطانة في كمر البنطلون برضو ان انا بعمل تاني، بعمل طبقتين، بخيط طبقتين مع بعض. انا بعمل ايه تاني؟ اللي انا بقول بستخدمها في ايه؟ في الثنايات. تالت حاجة الحياكة الجانبية للقمصان والايه والجنس. دايما القميص الجنس، القميص الرجالي لو اخدنا بالنا من جوه ان هو معمول الحياكة بتاعته متنية، يعني متنية من كذا طبقة، تلاقي ايه طبقتين معمولين ومتني الخياطة في النص، هوريها لكم دلوقتي. والجنس برضو عشان الجنس بيبقى حياكته بيبقى سميك، فلازم ان انا ايه بتنيه برضو على الوجه، ما بخيطه احيانا على ايه وجه القماش مش على ايه مش على ظهره. ولو هركب جيب، تركيب الجيوب والتيكت، هو التيكت اللي هو بيبقى موجود في الملابس ده برضو بستخدم فيها المكنة دي، الغرزة دي. اضافة شريط او رباط، لو انا هعمل شريط ستان او رباط اللي هو الجالون بستخدم بيه فيها الغرزة دي. احنا هنا لو بصينا هنا المظهر السطحي والمظهر، هنا الاقي الغرزة ادي طبقتين القماش مش تحت بعض، طبقتين القماش ايه بجانب بعضهم، هنا في المظهر السطحي وفي المظهر ايه الرأسي، هلاقي طبقتين القماش مش جنب بعضهم. طب دي نعملها بتبقى ازاي؟ طبعا احنا اخدناها في الغرزة اللي فاتت ان هي الايه طبقتين القماش بيبقوا تحت بعض، لكن هنا في الغرزة دي بتبقى طبقتين القماش مفرودين، طبقتين القماش مفرودين وبتتخيط من بره من على طبقات القماش. طب نشوفها مع بعض كده، باخد كده طبقتين القماش اهي بتنيها كده، شايفينها معايا؟ بتنيها بالشكل ده اهي، واعمل الحياكة من ايه من اعلى كده. تبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طب نعملها تاني، ادي طبقة القماش الاولانية اهي، وادي طبقة القماش التانية اللي انا ايه هخيطها فيها. باخد طرف القماش كده اهو واتنيها كده اهي، ممكن اعمل تانيتين كمان ما تبقاش تانية واحدة اهي، اعملها كده اهو. كده اهي بالشكل ده، وتبقى الحياكه من فوق كده اهي، انا شبكتهم كده اهي كده. احيانا بقى في الحياكه دي ما بحتاجش ان انا اعمل اوفر، يعني ما بحتاجش في الغرزه دي ان انا اعمل اوفر، لان انا بتنيها تانيتين من جوه الطبقتين مع بعض وبتني والايه كده. لو قلت ده مثلا الامام وده الخلف بتنيهم الاتنين بيتخيطوا كده اهو، وبتبقى المكنه بتاعتي بتشتغل من فوق بتعمل الغرزه بالشكل ده كده اهي. ده كده بيبقى شكل الغرزه بتاعتي اللي هي بتتنفذ. وطبعا احنا قلنا ان احنا فيها منها نوعين، نوع اللي هي الغرزه المقفله وغرزه السنسله. ده كده شكل ايه الغرزه اللي احنا ايه بننفذها، بيبقى القماش طبقتين القماش مفتوحين مع بعض، وببقى تانياهم من النص، تانيه الطرفين كده اهو زي ما احنا شايفين كده، وببقى بخيط من فوق عليها بالشكل ده. ماشي، هنكمل بقى مع بعض بقيه الغرز. المجموعه الثالثه اللي هي بنقول عليها المرتبطه، دي الخطوط الحياكه المركبه، تعتبر نوع مختلف من الحياكه وتزيين حواف الاقمشه، بستخدمها في تزيين حواف الاقمشه، يعني عشان ادي شكل جمالي لايه للمنتج بتاعي. طيب نشوفها بقى كده مع بعض. اول حاجه الغرض منها شكل الغرزه، وصف الغرزه، انواع الغرز المستخدمه، استخداماتها في المنتج.
الغرض من الغرزة تركيب شريط على حرف الخامة من نفس لون الخامة. يعني انا بجيب دانتيل، او ممكن اعمل بيه على حرف الخامة مع لون الخامة لتكون طرف نهاية للملبس. يعني انا عايزة اعمل شكل نهائي للملبس، زي مثلا ما بركب بيه كده في حردة الرقبة، اركب بيه على المرد، اركب بيه على الكم، على حرف الكم، ده اللي هو تركيب البيه. يبقى انا بستخدم الغرزة دي في تركيب البيهات على ايه، على الاحرف بتاعت ان ايه المنتج بتاعي، في نهايات ايه اطراف المنتج. نرجع تاني بقى مع بعض. شكل الغرزة، شكل الغرزة ايه؟ طبقة او عدة طبقات من القماش، طبقة او عدة طبقات من القماش. وصف الغرزة، الغرزة صف واحد او عدة صفوف من ايه، من الغرز. صف واحد او عدة صفوف ايه، من الغرز. انواع الغرز المستخدمة، برضو الغرزة المقفلة او السلسلة او غرزة التخطيط. يبقى ثلاث انواع في الغرز دي، اللي هي المقفلة والسلسلة والتخطيط. بستخدمها في ايه بقى؟ بستخدمها في واحد، تركيب شريط على حافة القماش. يعني انا عايزة اركب شريط على حافة ايه، القماش. تركيب الكولا والتيشيرت وحياكة نهاية الاكمام. يعني انا عايزة اركب كولا او تيشيرت او ايه، او اعمل حياكة ايه لنهاية الاكمام. تركيب الاكوال، تركيب شريط او ايه، او ربط او رباط، تركيب شريط او ايه، او رباط. تمام. طيب الغرزة دي طبعا احنا شايفين المظهر الرأسي والمظهر السطحي ليها. طب الغرزة دي بتبقى عبارة، بنعملها ازاي؟ باجي على حرف المنتج بتاعي، انا بستخدمها في تاني الاطراف. يعني هستخدمها في ايه؟ في تاني الاطراف. انا عندي القماش اهو بتاعي، لو فرض ده القماش اللي انا هستخدمه، ده ادي القماش بتاعي اهو. تمام. هاجي من هنا، من على حرف مثلا الكم، لو انا هقول ان دي ده الكم بتاعي، هاجي على حرف الكم كده واروح عامل ايه، اتني بتني كده، ادي تانية اهي، واتني تانية تانية كده اهي. يبقى انا كده ايه، تنيت اهو وخيطت من هنا، خيطت من فوق كده على ايه، على حرف التانية بتاعتي دي. لو انا هعمل تاني ديل، طب لو انا مش عايزة اعمل تاني ديل، وهجيب مثلا الحرف بتاع القماش بتاعي ده كده، مثلا هاخد حتة من هنا كده كأني هركب بيه على الحرف، هاخد دي كده اهي، ماشي، وهقول انا عايزة اركب الايه ده على حرف المنتج كشكل ايه، تنظيف للقطعة بتاعتي اهي، اروح عاملاها كده اهي اهي. كده اهي، شوف تنيتها ازاي كده، بقت بصي شكلها كان عامل ازاي، اللي هو البي بتاعي. عارفين حرف البي؟ لما باجي احط البي كده اهو اهو كده، انا ركبت بي. واحيانا البي ده بيتباع جاهز كده، بشتريه بالمتر. يبقى انا عملت شكل البي اهو كده، بقى راكب من هنا وراكب من هنا. فباجي ما باجي اعمل الغرزة من فوق هنا كده اهي، وهتلاقي الغرزة بتاعتي بقت من الناحية التانية كده برضو اهي. عشان كده بقول ادي ايه، بيبقى البيه اهو متركب فيها ويتثبت من الناحيتين، من هنا ومن الناحية التانية كده. ده لو انا هركب ايه، بيه. وهنا لو انا هعمل ايه، هتني ايه، هتني الديل بتاعي كده. ايه، وضحنا بيها شكل ايه، شكل الغرزة بتاعتي في الاتنين كده. اعملها كده عشان تبان
ان هنا ده بي وده تاني الديل، نكتبها كده، ده البي تركيب البي وهنا ثاني الزيل او الاطراف. ماشي كده، ايه وضحت معايا كده في الصورة بتاعتي اهي، باينه ان انا عملت ايه شكل الغرزة في الناحيتين اهو. تمام، هنكمل بقى مع بعض برضو بقية اشكال الايه الغرز. هناخد بقى المجموعة الرابعة، احنا كده خدنا 3 مجموعات، هناخد بقى المجموعة الرابعة. المجموعة الرابعة دي فيها ايه بقى؟ المجموعة الرابعة بقول هي الخطوط المستقيمة المسطحة. الخطوط المستقيمة المسطحة تعتبر من اصغر المجموعات، يعني هي ايه من اصغر المجموعات، لكن المجموعة الثالثة كانت من اكبر ايه المجموعات. تستخدم في ملابس التريكو وبخاصة الملابس الداخلية اللي هي التحتية، يعني انا بستخدمها في الايه في الاقمشة التريكو او في ملابس التريكو، وخصوصا الملابس ايه الداخلية. يبقى هنا يبقى دي محددة ان انا بستخدمها في ايه بالظبط. طيب اول حاجة برضو شكل الغرزة والغرض منها، وصف الغرزة، انواع الغرز المستخدمة، استخداماتها في المنتج. شكل الغرزة، تجميع طبقات القماش مع بعضها بدون طيها طبقة واحدة او طبقتين، يعني انا بحط طبقات القماش مع بعض ماشي، وما بتنيش الطبقات، ما بتنيش ايه الطبقات، يعني بحط طبقات القماش مع بعض وما بتنيش الطبقات. الغرض منها الربط بين طرفي القماش بشرط عدم زيادة سمك القماش في منطقة الحياكة، يعني انا بحط طبقات القماش مع بعض بس ما يكونش فيه ايه، ما يكونش فيه ايه سمك للقماش، ما يعملش تخانة يعني في حياكة القماش. وصف الغرزة بيقول صف واحد او ايه او صفين. انواع الغرز المستخدمة، غرزة السنسلة وغرزة ايه التغطية. بتستخدم في ايه بقى؟ اول حاجة حياكة الاكمام في السويت شيرت، حياكة الملابس الداخلية اللي هي التحتية، الحياكة المستخدمة لمنع تنسيل القماش زي الاوفرلوك، حياكات الملابس الداخليه التحتيه والسويت ايه والسويت شيرت. دي بنقول عليها اللي هي ايه الحياكه، حياكه ايه غرزه السلسله او غرزه التغطيه اللي هي الايه المجموعه الرابعه. طب هنا المجموعه دي شكل الغرزه بتاعتها بيختلف، هي بتبقى فيها شبه كبير قوي من غرزه الاوفرلوك، من غرزه ايه الاوفرلوك. هي بنعمل ايه؟ بناخد قطعة القماش اللي معانا ماشي، بتبقى قطعة القماش كده زي ما احنا شايفينها اهي، وبعدين بجيب قطعة القماش التانية اللي انا عايزة اعمل حياكة ليها. لو فرض مثلا هناخد واحدة من دول كده اهي، بحط القطعتين كده قدام بعض، مش بيبقوا ورا يعني، بيبقوا كده جنب بعض كده، مش بحط الايه مش بحطها على بعضها كده، لا بحطها كده. فاحيانا بتخيط على الوش، يعني ما بتيجي تخيط تروح مخيطه مجمعه الطرفين كده مع بعض، وتيجي هي بسن القلم هتلاقي الايه المكنه نفسها وهي ماشيه تعمل لي الغرزه كده، تعمل لي ربط بين الغرز وبعضها كده بالشكل ده كده ماشي. او لو انا لان هي لازم بتخيط اطراف النسيج، ما بتخيطش مش بتخيط ايه طبقتين مع بعض، لا بتخيط اطراف النسيج. في بقى اللي هي المكنة اللي هي بتعمل لي غرزة السنسلة، ان انا لو حطيت طبقتين مع بعض كده، طبقتين مع بعض بت ايه دي غرزة الاوفر، بتروح مثبتالي الايه الطبقات مع بعض كده اهو ماشي. ولما افتحها، لما افتح الغرزة الاقي شكل الغرزة كده، الاقي الايه القماش متثبت بالشكل ده كده، الاقي الغرزة متثبتة كده على بعضها كده اهي ماشي كده، وايه ومفتوحة متماسكة مع بعضها، وايه وصعب ايه ان انا افكها.
دي دايما بتتعمل غرزة، الغرزة دي بتتعمل دايما في الايه، في القمصان في التيشيرتات وفي الملابس الداخلية، لان احنا ما بنحتاجش ايه يبقى في سمك في الحياكة هنا، لازم الايه ان هنا ما يبقاش في سمك في الحياكة، ما تبقاش في تخانة، لان احنا الملابس بتبقى خصوصا ملابس الاطفال، بتبقى الاطفال بيجي لهم حساسيه من الحواف بتاعه النسيج، فلازم يكون هنا الايه حرف ده بيبقى ناعم قوي، ما يكونش فيه تخانه، ويكون فيه تماسك بين الغرز وبعضها زي ما احنا شايفين كده، بحيث ان هو ايه الطبقات ما ايه ما ينفعش ان انا افصلها عن بعض، يعني انا لو شديت كده ما يتفصلوش ايه عن بعض. تمام، هنشوف الغرزة اللي بعد المجموعة اللي بعدها اللي هي المجموعة الايه الخامسة. احنا اخدنا المجموعة الاولى والمجموعة التانية والتالتة، واخدنا المجموعة الرابعة، هناخد بقى دلوقتي المجموعة الخامسة. المجموعة الخامسة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن غرزة الحياكة الزخرفية، بتستخدم في حياكة الملابس بغرض الزخرفة والتطريز، يعني أنا بستخدم المجموعة دي في التطريز وفي الزخرفة، لو عايزة أعمل زخرفة في الملابس أو إيه أو تطريز. شكل الغرزة طبقة واحدة من القماش، يعني هي بتبقى إيه بتتعمل على طبقة واحدة من القماش، زي ما جاي أعمل مثلا ملاية سرير هعمل عليها وحدة زخرفية، يبقى أنا دي بعمل إيه؟ هستخدم طبقة واحدة مش هستخدم طبقتين. لو هاجي أعمل في البلوزة بتاعتي شكل وردة، يبقى انا هستخدم طبقة واحدة مش هستخدم طبقتين. الغرض منها بقى الزخرفة او التطريز، وعمل ثنائيات من نفس طبقات القماش بعدة طرق مختلفة وبسمك مختلف، يعني لو هعمل ايه تانية في ايه في القماش. طبعا ايه وصف الغرزة ان هي ايه صف واحد او ايه او صفين. انواع الغرز المستخدمة السلسلة والسلسلة المزدوجة، يعني غرزة السلسلة وغرزة السلسلة المزدوجة. تستخدم في ايه بقى؟ عمل تطريز او زخرفة على جيب البنطلون الجينز، بدأ يعني على شكل البنطلون الجينز كده ايه تطريزات كده، عمل زخرفة مع استخدام اطان حشو داخلي، بستخدم الاطان في ايه في الايه الزخرفة، عمل زخرفة للقماش، عمل زخرفة مع تركيب شريط بين طبقتين القماش، عمل زخرفة على أقمشة ايه المفروشات، عمل ثنيات وطيات في الجزء الأمامي للبلوزة، لو أنا عايز أعمل ايه جزء أمامي ايه زخرفة على القماش. طبعا احنا بنقول هنا ان انا بستخدم طبقة واحدة بس من القماش، ما بستخدمش طبقتين، وبعمل عليها الغرز اللي انا عايزاها، سواء هعمل زخرفة تاني اللي هي عارفين الغرز بتاعت السلسلة بتدي اشكال جميلة جدا، وهي بتتعمل على احرف ايه النسيج. شوف اللي بعدها بقى المجموعة الستة. المجموعة الستة بقول عليها غرزة تنظيف الحواف. يعني ايه غرزة تنظيف الحواف؟ يعني الايه بنضف بيها احرف ان ايه المنتج، احرف نهاية المنتج. تستخدم في الأقمشة ذات النهايات التي تم تشطيبها باستخدام غرزة الأوفر، يعني أنا إيه تنيت بغرزة الأوفر، يعني أنا نظفت الأول بغرزة الأوفر وبعمل إيه غرزة التانية دي بتني الديل. فطبعا لما باجي أتني الديل بعد الأوفر بتني على حرف النسيج، مش بتني إيه تانية عريضة، لأن أنا خلاص أنا نظفت بالأوفر، فبتني تانية إيه رفيعة، بتبقى في حدود 1 سنتي، ما بتزيدش عن كده، 1 سنتي من 1 ل2 سنتي ما بتزيدش عن كده. الغرزة دي بقول عليها طبقة واحدة او اتنين، يعني الغرزة دي من طبقة واحدة او ايه او اتنين. الغرض منها تشطيب الاقمشة ذات النهايات، يعني انا بستخدمها في تنظيف نهاية الديل. وصف الغرزة صف واحد او صفين، بستخدم فيها الاوفرلوك وايه والتغطية، بستخدم فيها غرزة الاوفرلوك وبستخدم فيها غرزة ايه التغطية، وبستخدمها بايه بقى؟ بستخدمها في تنظيف نهايات الاكمام ونهاية البنطلون وتنظيف نهايات البلوزة البلوزات والقمصان وحياكة حواف التيشيرت وتشطيب وتنظيف الحواف وزخرفة او تطريز الحواف. يبقى انا بستخدمها في تني الديل وبستخدمها في
تانية واحدة بس ما بيستخدمش اكتر من ايه من كده. ده كده احنا اخدنا الست مجموعات بتوع الغرز لاشكال الايه الغرز في الحياة. احنا لو خدنا بالنا من كل غرزة احنا اخدناها ان كلها عبارة عن خطوط، بس بتختلف في شكل الغرزة، يعني الخطوط يا اما مستقيمة يا اما منحنية يا اما منكسرة يا اما بتدي يا اما على شكل شعاع. كل ده احنا اخدنا اشكال الخط في الغرز اللي احنا استخدمناها في الحيكة. يبقى انا لما اجي امسك المنتج هعرف ان المنتج بتاعي ده كله اساسه ايه؟ الخط. يعني الخط هو اساس التصميم واساس الحياكة واساس الباترون. يبقى الخط هو اساس كل ايه؟ كل ما يستخدم في تصميم الازياء وتنفيذها. هنكمل بقى مع بعض بعد ما خدنا انواع الغرز، هنكمل هناخد بقى حاجة جديدة اللي هي اوامر التشغيل. يعني ايه اوامر التشغيل في الحياكة؟ انا دلوقتي عملت ايه؟ صممت الموديل صح، ورسمت الباترون بتاعه. هعمل ايه بقى؟ هعمل تنفيذه، لازم اعمل تنفيذ للموديل ده، هدي اوامر تشغيل. طب ايه هي انواع اوامر التشغيل الموجودة عندي عشان اعرف المنتج بتاعي ده بيمر بكم مرحلة عقبال ما يخلص يبقى منتج كامل؟ يعني انا دلوقتي مريت بمراحل كتير، فلازم اعرف ايه هي اوامر التشغيل اللي المنتج بياخدها عشان اي يوصل الى منتج نهائي بصورة جيدة اقدر ايه اقدر ابيعه. يبقى هناخد بقى مع بعض دلوقتي ايه اوامر التشغيل، نشوفها كده مع بعض. اول حاجة عندي امر تشغيل المعمل، امر تشغيل المعمل. تاني حاجة امر تشغيل العينات، بعد كده امر النسيج، امر صباغة. كل معنى من كل حاجة من دول ليها تخصص وليها قسم وليها شغل لوحده منفصل عن التاني، بس كلهم بيكملوا بعض عشان يطلع ليه منتج ننتج واحد. عندي بعد كده امر القص اللي هو التخطيط لعملية القص، امر تحديد الماكينات المستخدمة، امر الحياكة والتشغيل. كل ده اسمها اوامر الايه التشغيل. اوامر التشغيل دي ليها علاقة بتشغيل المنتج، ان انا هشغل المنتج هطلع احتاج ايه، ايه اللون اللي محتاجه المنتج، ايه القماش اللي هيحتاجه المنتج، ايه الماكينات اللي هتحتاج اللي محتاجه تصنيع المنتج، طريقة الفرش بتاع المنتج، القص بتاع المنتج. كل ده احنا هناخده في حاجة اسمها امر التشغيل. احنا الحلقة الجاية ان شاء الله هنشرح فيها اوامر التشغيل، وهنشرحها بالتفصيل كل امر لوحده، وهنعرف اهميته في مادة التصميم واهميته في صناعة الملابس الجاهزة وفي صناعة المنتج. النهاردة احنا خدنا اشكال الغرز في الحياكة، وعرفنا تأثير الخط في عمليات الحياكة وتأثير الخط في المنتج. اتمنى ان انتوا النهاردة تكونوا وصل لكم المعلومة وفهمتوها. لو في اي اسئلة اي استفسارات احنا مستنيين اجاباتكم واسئلتكم على الجروب بتاعنا. اشوفكم الحلقة الجاية، واتمنى لكم التوفيق والنجاح.